طيب نكمل. يبقى انا عايز دلوقتي اعرف هو الدي ان اس بيشتغل ازاي. مش احنا اتفقنا ان دي ان اس المفروض يكون ديستريبيوتد صح؟ طيب لو معنى كده اللي احنا اتفقنا خلاص ان هو ما ينفعش يكون سيرفر واحد عليه كل الدي ان اس ريكوردز، مش كده؟ كده هيبقى عك، علشان اتفقنا اللي هو لو كان هيبقى سنجل بوينت اوف فيلير وهيبقى المينتيننس مش حلو كلام من ده، مش كده؟ يبقى احنا محتاجين نكونه بشكل ايه؟ بشكل هيراركال. يعني ايه؟ يعني بص نبص كده على الصورة دي. هنا الروت ليفل، يعني هنا اول اول جزء من الايه، اول جزء من الدي ان اس اللي هو اكبر واحد فيهم. دي عامله كانها شجره عيله. احنا قسمنا الدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيستم على انها ايه، شجره عيله. هنا الجد الاكبر، اكبر جد خالص اللي هو الروت، تمام. بعدين الابن، ابن الجد اللي هو مثلا ممكن تقول الاب، توب ليفل دومين بنسميه توب ليفل دومين. بعدين السكند ليفل دومين الابن، وبعدين ابن الابن، وبعدين ابن، وهكذا. انت الفكره كلها اللي انت بتقسمها، بتقسم السيرفرات بتاعت الدي ان اس على انها ايه، بشكل هايريكال، تمام. عندك اول واحد للروت، ماشي. الروت ده هو عباره عن ايه، عباره عن او بيكون نت اي دي يو او او جي اللي هو اورج، يعني جوفرن اللي هو جوفرمنت، والكوم اللي هو دوت كوم. يعني اللي هو دي اول تقدر تقول ايه، بص كده على الشكل ده، بص شوف اهو دوت كوم، تمام. يبقى ده التوب ليفل دومين اللي هو دوت كوم، تمام. وبعدين بيبقى فيه السكند ليفل دومين اللي هو مثلا ممكن يكون في الحاله دي جوجل مثلا، تمام. وبعدين بيبقى ساعتها سب دومين، يعني الجزء من الدومين، تمام. كانك انت قاعد ايه، ابن 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 ايه، اول واحد الجد وبعدين الابن وبعدين كذا، تمام. وفي الاخر كلهم على بعضهم بيبقوا الايه، اللي هو المكان اللي انت المفروض تروحه. يبقى الدوت كوم دهوت ده الايه، ده التوب ليفل دومين. يبقى معنى كده اللي انا عرفت ان الادرس دهوت التوب ليفل دومين بتاعه ايه، دوت كوم، تمام. السكند ليفل دومين اهو اللي هو ده جوجل مثلا هنا، تمام. بعد جوجل السب دومين اللي هو www، تمام. يبقى الموضوع كده واضح. على فكره ممكن في حاجات تانية، في سب دومينز كتير جدا لجوجل، يعني مش عارف ايه، فوتوز مثلا دوت جوجل، مش عارف كذا دوت جوجل، مش عارف، وهكذا يعني. يبقى ده كان بس شكل، ده كان اوفر فيو بس عن الموضوع عامل ازاي. الموضوع عامل كانها شجره عيله كلهم على بعضهم هيروحوا لدومين معين، تمام. الطريقه دي اسمها النيم سبيس بتاعت الدي ان اس. يبقى الدي ان اس بيستخدم هايريكال نيم سبيس. يعني ايه هايريكال؟ بالشكل ده، تمام. consists of a single complex multi-level structure. multi-level structure او الليفل الاول، الليفل الثاني، الليفل الثالث. لو حد فكر على فكره في الجيناتكس احنا خدنا شكل زي ده برضو، نفس الشكل كنا قاعدين بنتكلم على البيرنس والمش عارف كذا وجراند بيرنس والكلام ده، نفس الكلام. احنا برضو هنا بنستخدم شكل هايريكال، تمام. طيب واحنا عملنا الكلام ده ليه؟ ده احنا عملنا الكلام ده علشان ما نخليش الموضوع ده هو كله في مكان واحد. لو خليناه في كل مكان واحد كان ايه اللي هيحصل؟ سنجل بوينت اوف فيلير، ترافيك فوليوم، مش عارف ايه كلام من ده. طيب وبعدين في الاخر كلهم على بعضهم اسمهم ايه؟ اسمهم الدومين. حلو قوي. النيم ريجستريشن اللي هو ادمنستريشن اوثوريتيز. دي ان اس يوز هايريكال ارينجمنت اوف اوثوريتيز ذات كومبلمنت ذا هايريكال نيم سبيس. يعني هو كانه بيحدد لك هو هيعمل ايه بالظبط في يعني هقول لك حاجه. انت ممكن مثلا ببصه واحده بس على الدومين ده هو تلاحظ ايه، تلاحظ ان هو دوت كوم. فانا خلاص عرفت، انا عرفت خلاص ان هو تابع للاداره بتاعت ايه، دوت كوم، تمام. هقول لك حاجه تاني. لو انت لقيت دلوقتي زرت موقع ولقيته دوت اورج، دقيقه كده انا عايز ازور موقع دوت اورج، شوف كده ده، والله ما اعرفش ايه الموقع ده بس انا لقيته دوت اورج فخلاص. اي حاجه دوت اورج، مجرد ان انا شفت دوت اورج دهيت انا عرفت خلاص ان هو ايه، حاجه تعليميه، تمام. يبقى فكرته ايه لما هو بيقول لي ان انا هنا بعرف الاثوريتيز اللي هي السلطات، اللي انا بعرف الموقع ده هو تابع لايه من غير ما ابص على الاسم كله، انا ببص بس على نهايته. يعني اقول لك حاجه، دوت اي دي يو، دوت اي جي، دوت اي جي دهوت انا عرفت ايه، انا عرفت ان هو تابع لمصر صح، اللي هو ايجيبت، مش كده. يبقى عن طريق اجزاء من اليو ار ال بس، اللي هي اجزاء من الدومين دهيت، اقدر اعرف مين او الحاجه دهيت تبع لايه بالظبط،
تمام، وممكن اعرف الشيب والاستراكشر بتاع النيم سبيس عن طريق بس معرفتي ليه ان هو دوت اورج او دوت اي دي يو او دوت مش عارف ايه كلام من ده، تمام، او هو دوت كوم زي جوجل او كلام من ده يعني. فدي برضو نقطة مهمة، اللي هو النيم ريجستريشن، اللي هو ريجسترد تابع لايه، ريجسترد مثلا دوت اورج اللي هو تابع لاورجنايزيشن مثلا، ولا دوت اي جي اللي هو تابع لدولة زي مصر، وهكذا. ماشي، ولسه هيتكلم عن ده بالتفصيل دلوقتي طبعا.